بالي سلمية شايل لي علم وبطالته مية تضربني برصاص العين ولك ليك هاي سوايتك يا مو عراقية هاي سوايتك يا مو عراقية اضربني عمي قابان زي ما اشوف اشك حقك اذا تضرب لك اثنين واشك حق السياسي اذا يريد يقول يتحسن وضعكم هاي نقضية واشك حق السعب اذا رد انتخابكم. هالفيديو اللي شاهدناه قبل قليل هو الفيديو الأخير للطفل العراقي حسين جليل والملقب بحسوني الذي قتل على يد قوات مكافحة الشغب في ساحة الخلاني وهو في عمر 13 عام لأنه كان عم بيطالب بأبسط حقوقه كطفل مثل أي طفل آخر بالعالم. حسوني لم يغب عن ساحات التظاهر العراقية للحظة وعرف بشجاعته وفصاحته بإلقاء القصائد اللي شفنا مثال عنها في المظاهرات. مقتله أشعل موجة غضب واسعة على منصات التواصل العراقية ليصير الترند الأول في العراق خلال الساعات الماضية. العديد من المغردين العراقيين رثوا الطفل العراقي حسين جليل بالكلمات التالية وكانت مثل حسن يلي قال ابتسامتك لح تبقى شاهد لح تشهد صغر سنك من مواليد 2007 لح تشهد وقوفك بوجه الظلم لح تشهد بظلم من حكموك ولح تشهد بأنه ابتسامة حسوني قتلت برصاص الظلم والغدر ولح يقدر الله الحنان لك كل ذلك. أما خلينا أيضا نشوف تغريدة أخرى كانت من تيم يلي قال قبل ما أنتوا تنشغلوا بالبحث عن الذنب يلي قتل فيه جراء الشيء اللي عمله الطفل حسوني صاحب 13 عام عليك أن تسأل ما الذي يجعل طفلا بعمر الزهور يواجه الموت بروح بريئة وقلب لا يخاف؟ ما الذي يجعله مشاكساً متحدياً أشاوس السلطة وجبناء الملثمين؟ ما الذي جاء بحسوني وسط الرصاص الحي؟ أما أيضاً كمان خلونا نشوف تغريدة أخرى ورثاء آخر من علاء كاظم اللي قال رح يشتاق لك العراق أو الوطن كلش ضحكتك هزت عروش وحكومات كاملة هي الضحكة تسوى كل واحد يحكي باسم علي وباسم عمر هي أنت طفل يم أمك بس الضحكة كسرت ظهري ومزقت قلبي بس أنت أرجل من كل العرب بحبك حسوني سلمنا على الشهداء البقية. أما مع تعليق أخير فكان من أحمد علي اللي قال 13 سنة عمره واستشهد بعمر 13 سنة وهو عمر الربيع مين اللي بيتجرأ وأطلق النار على طفل ما عرف معنى الحياة بعد من الذي قتل زهرة شو الذنب اللي ارتكبه الطفل؟ هل أراد أن يحكم العراق أم أراد تعليم وصحة وحياة كريمة لكي يعيش باحترام مثل بقية البشر؟